سنهار مع حذمي بوشيبة على كابا فام. رجعني لكم جديد 10:43 دقيقة. تحية كبيرة لكم. اخترنا اليوم موضوع حساس جدا، موضوع اللي هو المراهقة، أصعب مرحلة ينجم يمر بها الإنسان نظرا للانتقال اللي باش يتعدى به، ولكن طبعا لازم نلقاو الأطر الصحيحة في التوجيه في التعامل السليم مع المراهق. رافقني في الحوار سعيدة جدا بحضورها السيدة نيلة عميرة، نائبة رئيس الهيئة التأسيسية الوطنية للجمعية التونسية للنهوض بالصحة نفسية. حراير تونس، حرة من حراير تونس، ديما تشاركني الحوار ونفرح برشا كي تكون حاضرة بحذنا. صباح النور، مرحبا. صباح الخير ليك ولكامل الفريق، وشكرا على الاستضافة. شكرا ليك بالمثل على قبولك الدعوة. مدام نايلة عميرة، انت اليوم اخترت موضوع ينجموا الأولياء الكل باش يزيدوا في الصوت بالكداو ويركزوا معانا، على خاطر الحقيقة موضوع حساس جدا وصعب اليوم، ولا التعامل مع المراهق يكون في مرحلة عمرية باش ينطلق المرحلة عمرية أخرى. التعامل السليم، خلينا نعرف وقبل كل شيء ناخذ من عندك انت تعريف الاصح والاسلم. طبعا هو من الاول الدنيا مأمورية صعيبه باش نتعاملوا مع أي. المراهق كيفاش نعرفوا اللي فما مراهقه؟ ساعه يلزمنا نقبلوا اللي راهي فتره لازم نتعداو منها ناس الكل، مش واحد ما تعديش بها فترة مراهقة. أيوة. نقبلوها، هي سنة الله في خلقه. طبعا فما مؤشرات هي اولا نشوفوا ولا عندنا صغير متمرد. ما معنى متمرد؟ في الأكل، في اللباس، ما عاش يعجبه حد، ما يقبلش الحوار، ما يقبلش النقاش، معناه ولا عنده سلوك احنا مرفوض عنا احنا كعائلة، احنا في بيننا ربيناه في الطفولة على سلوك سوي، نلقاوه خرج من نقولوا احنا من قشرته ولا يلبس مش متاع عمره. بالنسبة للبنات وليوا افراط في الزينة، افراط هما فما تغيرات في جسمهم بطبيعة قاعدين يكبروا، افراط باش يظهروا اكل اللي تغير لهم في جسمهم هما، والتأخر في الدراسة، أحيانا الانحراف، يرفع صوته، ما كانش يرفع صوته على أبوه وأمه، الفيل انتغيسان في القسم، يتمرد في القسم على المربي، التأخر في الدراسة زيادة، وأحيانا الانقطاع عن الدراسة، يقولك ما عاش نحب نقرأ، واللي يشوف في حياته هو ينجم يتحكم فيها، يشوف في مجرى آخر لحياته غير اللي قرروه أبوه وأمه، يعني اللي هو العادي لازمك تمشي تقرأ، لازمك تلبس هكا، لازمك تكون منضبط، هذاك الكل يولي يشوف فيه تعسفي، يولي يشوف فيه حاجة قديمة ما عادش يحب يعملها، يحب التجديد اليوم. يحب التجديد ويحب يفرض فكرته هو ورأيه هو، يحب يفرض روحه في المجتمع، أنا هاني موجود، ما يلقاش كيفاش يفرض روحه بك السلوك الغالط اللي يعمل فيه. أي. في جميع المجالات، يعني حتى سافاسون دو مانجي، يولي ياكل في حوايج ما كانش ياكلهم قبل، يظهر لك أنا موجود، هو راهو في داخله فما برشا استرابات، برشا أسئلة وجودية فلسفية يحب يخرجهم، يحب يعرف كل شيء مش لاقي كيفاش يعرف الأسئلة هذيك، ما عرفش يخرجهم أو كيخرجهم فك السلوك اللي يعمل فيه اللي إحنا نرفضوه ككبار، لكن ما يلزمناش نرفضوه كاتيجوريكمون. فوالا، لازمنا نعرفوا نتعاملوا مع صغيرنا في الوقت هذاك، في المرحلة العمرية هذيك لازمنا نعرفوا علاش هو رفض. أوكي، صغير بدا يكبر، بدا يدخل في سن المراهقة، لازمني نرد بالي أكثر، لازمني نعرف كيفاش نولي صحاب أكثر من إني نكون أم ولا نكون أبو في الوقت هذاك. تولي الصداقة أكثر من الأمومة والأبوة. علاش الصداقة؟ باش تكسب ثقته. إذا كسبت ثقته هو فما حوايج مخبيهم، حوايج خايبين عملهم. خايف. دونك أنت تكسب ثقته، هو يحكي لك عليهم، خاطر هو في فترة المراهقة راهو يرمي روحه للخطر والخطأ. وبالنسبة لي هو هذيك حاجة باية، أني موجود، أنا يفرض بوجوده بك الخطأ، يخرجوا أستاذ إكسكلو من القسم هو يفرح. يستسهل ممكن. الاستسهال زادة مدام نيلة، مش استسهال، أني موجود، اللي الخطر والخطأ الكل يعملوا باش يفرض وجوده هاني أنا موجود. دونك احنا يلزمنا نقتنعوا باللي صغيرنا دخل في فترة المراهقة ونتبعوا المتابعة كيفاش تكون، مش باش نعطيه دروس في الأخلاق. لا، وهذيك ممكن كلي احنا كما قلت انت توا مدام نايله، باش نعقب على الجمله، دروس باش تحطوا قدامك تبدا تقولوا هذه تجي هذه ما تجيش، باش يزيد يكره اصلا الحوار معاك، خاطر ما يتصلحش هكاك المراهق. كيفاش يتصلح؟ نحطوا بحذايا
ديما نكثر له من المدح. يحب المدح والتثمين، يحب شكون يشكره، نكثر له من المدح والتثمين ونقول له أكل الخطأ اللي عملته هذاك. إجا نحكي لك شنو المدار متاعه، المدار متاعه على القدام، المدى البعيد، مش توا برك راك تقعد مضرور بها الحكايه هذيك. كي تنقطع على الدراسه راك مش تقعد بطل، ما تقراش تقعد جاهل، امي مش تولي في الشارع، انا ما ندوملكش ما نقعدلكش، لو عندك مستقبلك مستقبلك حلو، تزين له المستقبل متاعه، تزين له الحياه وتعلمه لا جوا دو فيف، فرحه الحياه، وزاده توريه الحاجات السلبيه اللي باش تنجر على مثلا انقطاعك على الدراسه اللي في عمرك نهار اخر باش يولي استاذ، باش يولي ما نعرفش معلم، باش ولي طبيب، انت باش تلقى روحك عاطل عن العمل، ماكش باش تلقى شكون يتكفل بمصاريفك، مش باش تنجم تكون عائله، مش باش تنجم تشري السياره اللي تحلم بها، برشا حاجات لازمنا نحطوها قدامه زاده. ونحاولوا السيطره على الحاله متاعنا بالحوار مع بعض الناس الكل داخل الاسره، راهو اي اصلاح يبدا من الاسره، واذا استعصى الامر نجموا نستنجوا بالاخصائي النفسي. راهو احنا ديما في تونس ما عندناش ثقافه الاخصائي النفسي، راهو ماهيش عيب، راهو بالعكس حاجه باهيه الاخصائي النفسي، باهيه برشا، يصلح لك على اسس علميه اي حاجه غالطه في عندك في دارك. والاستعانه بالمربين زاد الساده المربين طبعاً. اذا بيهم هما زاد يكونوا ملمين بما معنى المراهقه، كومون اون فاجيري ان ايليف ادوليسون يعيش فتره المراهقه، خاطر لي كريز دادوليسونس راهم سي ديفيسيل اجيري في الدار برك، يلزم المنزل الاسره والاسره التربويه. علاش نقول اسره تربويه؟ خاطر هما بيدهم راهم كيما المنزل، مش يعيش معاهم بريسك نهار كامل، راهو في في البعد ولا في في الاعداديه بلوتو، هذوما الاعداديه. وهذا ما يمنعش انك كنت في الابتدائي راهو يافي لادوليسونس بريكوس، المراهقه المبكره كان عندنا في الابتدائي، نفيقوا بهم بنيات هكا شويه كوكيتري شويه مكياج، الاولاد حجام ديفيرونت على حجام الاطفال، يلبسوا مش كيما العاده ويتمردوا على المربي. اي ما نحبش، نحبش نقعد في الطاوله، نحب نقعد في الطاوله الاخرى، يكون لبس وحتى التاخر في الدراسه يكون عداده معناها بهين، بعد يوخر تجي تشوف تلقاه معناها ما عنده حتى اشكاليه، عنده مراهقه مبكره، يلزم الكلنا نقفوا معاه، خليه يعيشها فتره المراهقه. فوالا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه ويخليه يعيشها كما هي. مع الاحاطه والرقابه بالطبيعه. راهي المراقبه باهيه ياسر لينا الكل، حتى كان كولي نخدم وما عنديش وقت باش نلهب ولدي المراق في الشارع او في المدرسه، نعطي المشعل للمربي. ايوه. نعطي المشعل القريب انا عندي فيه ثقه، ولكن ما تسلمش زاده، ما نحبوش الاولياء اذا دا يسلموا على خاطر مدام نيله باش ندخلوا شويه في 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 دار بار اكزومبل تويكا، باش تلقى المراهق عمل عمله خايبه، الام تتعيط على البو شوف ولدك شو عمل، وانت قولها لي هذه تربيتك هذه، والصغير يبدا يسمع في هذاك الكل، هذاك غياب الحوار داخل الاسره، وكل واحد يلقي المسؤوليه على غيره. احنا كي جبناهم هك صغيرات ما شاورناهمش، دونك كي جبناهم نتحملوا مسؤوليتنا، نعرفوا اللي هما مش يتعداوا من الطفوله، اللي هما في حاجه الى رعايه، مش يمشيوا للمدرسه، مش يوليوا تلامذه، مش يوليوا مراهقين، مش يوليوا شبان، دونك احنا مسؤولين عليهم. راهي الاسره مسؤوله على صغيرها قبل كل شيء. قلت لك اذا كانت تغلبوا فما اخصائي نفسي، فما المربي للمساعده، ولكن الباز الصحيح من الدار يبدا، الاسره الاصلاح يبدا من الاسره. يعني علاش ساعات يقولوا لي اصلاح التعليم واصلاح المنظومه التربويه، نقول لهم الاسره تساهم فيه، نبداو احنا من الاسره نساهموا في اصلاح التعليم في الكومبورتمون تاع تلميذنا، احنا كمربين في الكومبورتمون مع تلامذتنا، ومن بعد تو يجي المناهج التربويه والكتاب المدرسي ان شاء الله يتصلحوا هذو. ان شاء الله احنا على امل انهم يتصلحوا الحقيقه. خلينا زاد في اشاره الى اخر المؤشرات حكينا عليهم، التعامل السليم مع المراهق، لخصنا الاطراف اللي لازمها اليوم توجه المراهق، كذلك فما جمعيات ينجم في سن المراهقه ينجم الصغير يدخل فيهم، كيفاش الجمعيات تساهم في هذا زاد؟ اولا قبل ما يدخل في جمعية ما عنده مواهب هو، وعنده أحواج هو مغروم بهم، الرياضة، موسيقى، الفنون الكل، خليه كل المواهب متاعه، أنت زيد
يفو رونفورسي سا يزيد زيد فريمون عاونوا عليهم، خليه يسو ديفول في الرياضه في الموسيقى في الرسم اي حاجه، حتى بتربيه الحيوانات اي حاجه هو مغروم بها مغروم بها، مش انت مغروم بها، مش الولي مغروم بها، خاطر فما لخبطه كبيره تقول لك ليه انا نحبها تعمل موسيقى ولا نحبه يعمل رسم ولا ليه، شوفوا هو شنو يحب هكاك سياسه لي الذراع انا محبهاش البغت فائق، هو اساله شنو يحب، هو انت تشوفه من الصغره هو باش مولع وباش مغروم وشنو يحب، خليه له هذيك خاطر هذيك هي الديفولمون نتاعو. فما وين يفجرك الطاقه، خاطر راه قلت لك في داخله فما برشا اضطراب صراعات في داخله يتعاركوا نفسه في داخله، دونك خلي يفجرهم في هذيك في السينما في التمثيل في الفو اللي هو فريمون حاجه باهيه ومش تنفعه، مش تنفعه فيزيكمون ايمورالمون ايمونتالمون. تكون الأولياء بربي ميساج صغير للأولياء، مش أنت تقول تبدأ تحكي لأختك ولا لأمك ولا لأي حد تقول له هكا أنا حطيته في حاجة ومن بعد شفت هكا الوالدية ومش يعمل حاجة أخرى، مش يعمل رسم، أنا حطيته في الموسيقى مثلا ومش يعمل رسم الوالدية، على خطره هو يحب الحاجة ذيك ما عينوش الحاجة اللي أنت فرضتها عليه. يعني قاعدتي وياه في الطاولة وتحاوروا أنت شنو تحب وعلاش تحب هذيك وأنا نقترح عليك هذا وأنت شنو تقترح، شفت معناها يخرجوا بحل ألفاظ وسط سهلة. أيوة. ونخرجوا بحل اللي انا فريمون نربح فيها كصغير، مش حكيت حل وسط باش نربحوا واش نحب، نحب نربحوا، نحب نامل له مستقبله، ما نحبوش اكل انقطاع عن الدراسه، ما نحبوش يتهان. خاطر احنا ساعات مراهق يكثر نهينوه في المجتمع، نهينوه في الشارع، نهينوه في المدرسه، يتهان خاطر هو يكثر معناها يعمل حوايج خارجين على الموضوع برشا، دونك انا كي انا نعاونه في الدار نخفف من حدة الكريز دادوليسانس، راهو يزمو يتعدى منها المراق، راهي فترة يزمو يتعدى منها، ما يفو سافوار جيغي انا دو سي تو. فوالا شكرا ليك، شكرا على النصائح مدام ليلى ميرانا إبة رئيس الهيئة التأسيسية الوطنية للجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية، مشكورة جدا. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار، هذا محمد الجبالي من أروع وأروع ما غنى خليني بجنبك.